السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة وصفة مميزة وسريعة وحلوة وليها قيمة غذائية، وان شاء الله هقدمها لكم بشكلين ان شاء الله الولاد هيحبوها جدا جدا، وهي البطاطس البيوريه بالفراخ. حلوة جدا لما تحطيها كده في عشوة في غدوة، بتبقى سريعة وليها قيمة غذائية. يلا بقى نقول مقاديرنا مع بعض. انا عندي هنا فراخ بانيه مقطعاها مكعبات، يعني زي ما انتم شايفين كده على قد ما تقدروا، مش بالطول، مش شرايح زي الشاورما، مكعبات او صدور فراخ اللي يعجبك، يعني تقطعيها بس مكعبات مغسولين كويس جدا. وعندي هنا بصله متقطعه جوانح وفلفل اخضر، عاوزه تستخدمي الوان معاها براحتك. وعندي هنا التوابل هقولها لكم واحنا شغالين على البوتاجاز بس اختصارا من الوقت. يلا بقى عشان نشوف باقي خطواتنا. اول حاجه هنعملها جبنه طاسه، بتحطي بقى اي ماده دهنيه انت تحبيها. انا حطيت هنا شويه زيت، سخنيها كويس جدا وانزلي بالفراخ. بسم الله. قلب كويس جدا لحد ما الفراخ تخش في السوا. معلش بس هو لازم الوصفه دي الفراخ تكون الطاسه تكون سخنه عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. بدات الفراخ اهو تغير لونها. نقول بقى التوابل بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها، معلقه صغيره من الملح، كل حاجه بقى هتبقى نص معلقه صغيره، بابريكا، فلفل اسود، دي بهارات شاورما فراخ انا بجيبها من عند العطار، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ او سبع بهارات او بهارات لحمه اللي يعجبك، قرفه، جنزبيل بودر. طبعا كل الحاجات دي بتدي تيست حلو قوي للفراخ دي مع البطاطس. اقلب كويس جدا. الفين انا عاوزه قطع الفراخ كده تكون كبيره مكعبات، ما تكونش شرايح او رفيعه، وهقول لكم ليه. خلاص زي ما انتم شايفين تلبس او نشفت اهو، بقت استويه. انزل بقى البصل الجوانح مع الفلفل، ادي بس تشويحه كده، ادبل الايه البصل والفلفل معاه كله ياخد من طعم بعضه. عاوزه بقى تحطي اي اضافات براحتك، دي حاجه اختياريه. زي ما انتم شايفين لحد ما يتبلوا بس. خلاص زي ما انتم شايفين البصل والفلفل دبل وكله خد من طعم بعضه. عايزه بقى تحطي فلفل الوان زي ما قلت لك براحتك. خلاص كده انا هشيلها بقى. يلا بقى عشان نجهز نعمل صوص البشاميل مع بعض. يلا بقى مع بعض عشان نعمل صوص البشاميل اللي هنحطه على الوش. هنزل بقى بايه قطعه زبده كده حلوه، اي ماده دهنيه انت تحبيها، سمنه، زبده، اللي يعجبك. هدي بس العين، طالما هتستعملي الحلل اللي من النوع ده فهدي بس العين عشان ايه البشاميل ما ينفعش منك. انزل بقى بمعلقتين كبار من يعني معلقتين ونص كده كبار من الدقيق. خلاص اسوي بقى كده الايه البشاميل. انا مش محتاجه بشاميل كتير يا جماعه، انا عاوزه بس كده طبقه خفيفه خالص تتحط على الوش. ممكن ازود سنه زبده هي الفضله، ممكن تحطي شويه زيت لو مش عاوزه بس يعني كله زبده، شويه زيت على السمنه او على الزبده، بس لازم اسوي كده الدقيق عشان طعمه ما يكونش باين في البشاميل. بدا البشاميل الدقيق اسفه يستوي اهو، انا زودت شويه زيت صغيرين. خلاص لازم اتاكد ان الدقيق استوى عشان ما يكونش طعمه باين. انزل عليه بقى بسم الله بكوبايتين لبن باردين. خلاص عشان ناس كتير بتتلخبط بتقول اللبن بيكون بارد او سخن، لا اللبن بيكون بارد، عشان لو كان سخن اول ما هتنزليه هيكلكع منك البشاميل ومش هت يعني مش هيبوظ. خلاص دي برضو تريكه ناس كتير بتقع فيها، اللبن يكون بارد. اقلب بقى كده، انزل بقى عليه التوابل بقى مع يعني نص معلقه من الملح، فلفل اسود او ابيض، سكر، نص معلقه من السكر بتظبط الطعم جدا، والقرفه طبعا بتدي طعم حلو قوي قوي للبشاميل. خلاص اقلب كده بقى لحد ما تلاقيه ايه
يربط معانا كده ويتقل، قلبه كويس جدا. لازم ايدي ما تقفش عن التقليب، اول ما يخش يبدا يبقى يسخن هتلاقيه بقى يتقل معاكي، لازم تفضلي تقلبي كده. بدا البشاميل يتقل زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بيبقى جنبك شويه شوربه لو عندك، فنجان ميه اللي يعجبك، لو تقل منك تلحقيه على طول وتخفي بلبن اللي يعجبك. اهو بصوا قوامه عامل ازاي بقى. ده دي يا جماعه جبنه كريمي، انا بجيبها بالكيلو، بتتباع في السوبر ماركتات الكبيره او الهايبر ماركت، دي بستخدمها في البشاميل، ممكن اخد منها معلقه كبيره، بتدي تيست حلو قوي. الجبنه الكريمي دي لو مش متوفر عندك ممكن بقى الكيري، النستو، مش عاوزه كده خالص ممكن تستعملي الكريمه اللباني، ومن غير حاجه خالص برده البشاميل هيكون حلو معاكي جدا. بس الجبنه دي بصراحه مع الوصفه دي، الجبنه الكريمي دي بتدي تيست حلو قوي. خلاص للبشاميل هي بتبدا بقى خلاص تدوب في قلب البشاميل زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا دقيقه كده وهقفل عليه ويلا بقى عشان اشوف باقي خطوات البطاطس المهروسه بتاعتنا اهي. انا هرستها شويه بس اختصارا للوقت. هقول لكم بقى على تركه حلوه قوي لسلق البطاطس، هتخلي طعم البطاطس حلو جدا. البطاطس بتقشريها وتقطعيها حلقات ما تكونش تخينه قوي، وتجيبي ميه وتحطي في الميه ايه، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، وتحطي نص معلقه من الكمون. ليه بنعمل كده؟ لما بتيجي تغلي في الميه ما تمليش برده ميه قوي، يعني تعدي البطاطس بحاجه بسيطه، هتلاقي طعم البطاطس بقى حلو جدا من الحاجات اللي انت حطاها، والسكر ظبط معاكي الطعم وخلى طعم البطاطس تحفه. وفي نفس الوقت ما بتاخدش سوا خالص بالطريقه دي في الميه في السلق، مش زي ما بتحطيها صحيحه على فكره. ها الطريقه دي مهمه جدا. ننزل بقى، يعني احنا كده محدقينها، خدوا بالكم احنا ننزل بس سنه بسيطه من الكمون والملح عشان ما تكونش بس فيها الملح زايد، ورشه جوزه الطيب. بصوا الطيب يا جماعه بيدي تيست حلو قوي للبطاطس. طب لو مش عندك جوزه الطيب ممكن تستعملي القرفه. وانزل بقى بقطعه زبده كده درجه حراره المطبخ عشان الزبده بتديها طعم حلو، بتديها قوام كمان، تخليها تمسك في بعض. خلاص اهرس بقى كويس جدا، اكمل بقى هرسها. انا خلاص هرستها كويس. لو ملاحظين انا يعني يمكن ما بحبهاش بيوري قوي، اللي هو ناعمه قوي، اللي يحبها ناعمه قوي ناعمه اكتر من كده. انا بحب اكلها تلاقي فيه قطع بطاطس كده بسيطه، بتبقى طعمها يعني الطف بالنسبه لي، يعني دي حاجه برضو اختياريه. خلاص انا دقت بقى الحلقه لقيتها مظبوطه جدا تمام. هجيب بقى اي بقى صينيه عندي، بس يعني يفضل تكون صينيه تقديم لانها بتتقدم كده على طول من الفرن على السفره على طول، هيكون صينية يعني بايركس يعني يفضل. لو ما عندكيش خلاص مش مشكلة. ادهنها بقى اي مادة دهنية، زبدة، سمنة، انا دهنتها شوية زيت. انزل بقى بنص الكمية افردها في بصوا لما بتبقى فيها قطع بطاطس بتبقى احلى ازاي، ما يكون بيوري قوي ناعمة قوي. بصراحة انا عاوزاكم تجربوها بكل التريكات والتفاصيل دي، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. انا هقدمها لكم بشكلين في صينية واحدة. انا خلاص خدت كميه نص البطاطس، بتعملي بقى البطاطس على حسب الكميه الصينيه اللي انت عاوزاها. انا عامله هنا حوالي كيلو بطاطس. انزل بقى بالفراخ الحلوه بتاعتنا، طبعا فردتها وحطيتها كده، شايفين الشكل عامل ازاي، بجد ريحتها تجنن. على فكره لو مش عندك فراخ او اي حاجه ممكن تستعملي الخضار، بسله على جزر، يعني ليها اكتر من كذا طريقه. يعني انا حبيت اقدمها لكم طريقة مختلفة شوية بالفراخ، بتبقى حلوة جدا جدا. افرد بقى الفراخ بالطريقة دي، شايفين الشكل. هنعمل ايه بقى؟ بص بقى نفسي باقي بقى كمية البطاطس، هنيجي كده نجيب ونكور. يبقى انا قدمتها لك بشكلين، بدل ما نعمل ايه كده وكده، ممكن تفردي زي مكرونه البشاميل، بس انا هقدمها لك بطريقه حلوه قوي. تحطي كور البطاطس كده ترصيها على الوش، بتبقى شكلها جميل جدا وجذاب جدا للولاد على السفره، بتبقى حلوه قوي وجديده كمان. طريقه التقديم بتاعتها اللي انا عاملاها لكم دي يمكن مش هتشوفوها عند حد خالص غير مطبخ الهند. دايما بحاول ان انا اشوف لكم كل جديد وانوع لكم في الاكلات. شايفين الشكل عامل ازاي؟ خلصت الكمية اهو،
على قد ما قدرت حاولت اخلي الكور قد بعض برضو، يعني خليه فيه مسافات كده عشان البشاميل اللي احنا هنحطه يوصل لتحت بقى يطعم الفراخ والطبق اللي تحت بتاعت البطاطس. شايفين انا عملت لكم شكلين في صينيه واحده، اظن بقى مفيش بعد كده. ننزل بقى بالبشاميل الخطير بتاعنا تدريجيا كده على الحاجه، تكون طبعا دي اصلا كل حاجه فيها مستويه، هنحطها في ان شاء الله في الشوايه تاخد بس طبقه كده من على الوش. شايفين شكلها يفتح النفس ازاي. طبعا لو عندك عزومه ولو عندك حاجه وعملتي بقى صينيه كده حلوه وحطيتيها في نص السفره بتبقى شكلها جميل قوي في التقديم. زي ما انتم شايفين غطيتها كلها كويس جدا من البشاميل، طبعا عشان في فراغات البشاميل اللي وصل تحت بقى للفراخ وللبطاطس اللي تحت بتخليه طعمه تحفه. خلاص نجيب بقى الجبنه الموتزاريلا. طبعا الجبنه الموتزاريلا انا مطلعاها والله ما اتحملت الحراره فتحس ان هي ساحت شويه اهو، يعني مش عارفه يعني احطها لازم كده اوزعها بايدي. طبعا بتفرق جدا الجبنه الموتزاريلا بقى بتعمل طبقه حلوه جدا وزي ما انتم شايفين. وزع بقى ايه في كل الجهات. خلاص خلصت كل الكميه بتاعت الموتزاريلا بقى، عاوزه تقللي تزودي تعملي ميكس جبن تحطي شيدر جبنه رومي اللي يعجبك، دي حاجات كلها اختياريه. هدخلها بقى الشوايه بقى كده تاخد الطبقه اللي احنا عاوزينها وارجع اوريكم شكلها يكون عامل ازاي. يلا بقى عشان نشوف البطاطس ايه اخبارها. شايفين بدات تاخد اللون التحفه، الريحه تجنن يا جماعه. شايفين اللون انا ببقى كل شويه ايه اقلب فيها كده ادورها عشان كله ياخد اللون الذهبي اللي احنا عاوزينه. شايفين شكلها تحفه تحفه ازاي ومغري. استنى بقى لما كله ياخد اللون اللي انا عاوزاه ونشوف هنقدمها ازاي. صينيه البطاطس خرجت اهو بالفراخ، خرجت من الفرن. طبعا ريحتها والله العظيم تجنن. شايفين شكلها عامل ازاي تحفه. الوصفه دي يا جماعه الصينيه بتخرج من الفرن على السفره بتاعتك تتقدم وهي سخنه بقى والجبنه الموتزاريلا سايحه كده والبشاميل اللي بيكون سخن بتكون خطيره جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد لازم تجربوها وتكتبوا لي دعوه حلوه بقى ولايك وشير. والى اللقاء في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.